صباح الخير، واليوم 23 أغسطس 2021، وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم يصعب عليك التركيز على الخيارات المهنية البديلة المطروحة عليك، ومن المحتمل توفر لك الدعم المادي والمعنوي بوقت واحد، ويبدو كل حماسك رايح على تجديد نشاط عمل مع محيط خارجي. عاطفيا رح تساعدك الظروف على تجاهل الاختلافات الشخصية الواضحة يلي كانت سبب بفقدان الأمل من استقرار علاقتك مع الشريك طول الفترة الماضية. مولود برج الثور، عم تشغلك بعض الضغوطات العائلية اللي عم تظهر فجأة قدامك، والمطلوب منك متابعتها باهتمام بدل من ترك الأمور تكبر أكثر وتأثر على أعمالك الجديدة. عاطفيا عم تجتهد على ترك انطباع محبب عند الشريك من خلال استغلالك لبعض المناسبات أو المواقف المادية والمعنوية يلي رح تقربك أكثر من رح تقرب الشريك أكثر منك. مولود برج الجوزاء، الفلك عم يتحدث عن انطلاقة مهنية مشجعة رح تساعدك على تخطي حالة التردد والحيرة المرتبطة بحسم الأمر نهائيا باتجاه عرض مهني بمستوى مالي أفضل. عاطفيا ما رح يتقبل الشريك منك أي انتقاد شخصي حتى لو كنت على حق، ونصيحتنا لك تهتم بتلطيف الأجواء بيناتكم أكثر مع ضرورة تجاهل المشاكل السطحية وتركها على جنب. مولود برج السرطان، عم تشعر بأنه وظيفتك في العمل مهددة بالخطر، ومن المحتمل تجتهد على تحديد مسؤولياتك الجديدة بشكل مبالغ فيه حرصا منك على عدم اختلاط الأمور ببعضها مع أحد الزملاء بشكل سلبي. عاطفيا فكرة تقديم بعض التنازلات للشريك من المحتمل تخدم مصالحك مع الشريك بشكل مباشر بالرغم من الضغوطات النفسية يلي عم تشعر فيها فجأة بدون سبب محدد. مولود برج الأسد، عم بتراهن على خطوة مهنية ما اكتملت عناصرها للآخر، واعتقادك بأنها رح تقوي حضورك ووجودك بالموقع المناسب قد لا يكون على قد الحسبان، بالإضافة لسفر قريب بانتظارك. عاطفيا رح تعتمد مبدأ مصارحة الشريك بكل يلي بقلبك مهما كانت ردة فعله معك، وكأنه علاقتكم سوا رح تحتاج للمزيد من الهدوء والنوايا الطيبة قبل البدء بتصفية الحسابات والمواقف السلبية السابقة. مولود برج العذراء، تبدو حريص على الانتقال من مرحلة التفكير إلى خطوة أمامية أو ترقية منتظرة بفارغ الصبر، وتبدو راضي عن مجرى الأمور بالوقت الحالي. عاطفيا عم تتحسن الأجواء عندك مع دخولك بالعبور السنوي المرتبط بتقويمك الفلكي على الصعيد العاطفي، حتى ولو كنت عم بتعاني من بعض الضغوطات اليومية الخاصة بعلاقتك مع الشريك. مولود برج الميزان، رح تتخطى كل التعقيدات الصعبة اللي عم بتعيشها بكافة جوانبها الصعبة، بالإضافة لانشغالاتك الدقيقة بترتيب استقرارك مع بعض الزملاء يلي بيتميزوا بحضورهم المهني مع أكثر من جهة بوقت واحد. عاطفيا رح يلفت نظرك شخص مهتم لأمره، بالإضافة لاستعدادك التام بتعزيز مكانتك بقلب الشريك بشكل خاص، بالإضافة لبعض الاهتمامات المرتبطة بنظامك الغذائي. مولود برج العقرب، كأنك عم تنتظر جواب حاسم مرتبط بإجازة مهنية أو تغيير حتمي له علاقة بوظيفة جديدة، وتبدو مجبر على رسم خطة مهنية من خارج إطار روتينك الحالي. عاطفيا ما رح تترك الوقت يمر بدون أي اطمئنان عاطفي جديد كنت عم بتخطط لتحقيقه مع الشريك من بعد حالة الشكوك والشبهات الصعبة يلي كسرت خاطرك بالفترة السابقة. مولود برج القوس، ما رح تتحمل تبقى بنفس الروتين المهني والمالي يلي عم بتعيشه لأكثر من هيك وقت، وما رح تقدم استقالتك حاليا، ولكنك رح تسعى لتحويل انتباهك كله على نشاط عمل جماعي مع محيط جديد. عاطفيا عم تشعر بالإرهاق وعدم الارتياح النفسي بسبب التشنج العاطفي يلي واقف بطريق استقرارك مثل باقي الناس، وكأنه أمورك ما زالت معلقة بالهواء بدون أي إنجاز جديد. مولود برج الجدي، قلة حماسك على تجديد عقد عمل سابق واضح عليك، وتبدو لهفتك على التغيير أو الانتقال باتجاه محيط تاني يعتبر هو الخيار الأقرب لطموحك المالي والمهني بوقت واحد. عاطفيا التراكمات القديمة ما زالت واقفة بطريق استقرار مشاعرك مع الشريك، ونصيحتنا لك ما تتدخل بأمور ما بتعنيك بتخص وضع شخص مقرب من الشريك مهما كانت ظروفه. مولود برج الدلو، كأنك عم تنتظر الوقت المناسب لملاحقة نشاط مهني جديد ما بيشبه عملك الأساسي، وتبدو مجبر على الانسحاب من مستوى مهني أصبح ما بيتناسب مع متغيرات حياتك في العمل. عاطفيا
عم بتعقد الامور بينك وبين الشريك بسبب وعوداتك المستمره لإله بتنفيذ الكثير من القصص والمواضيع بدون ما تجتهد على تفعيلها على ارض الواقع. اخر الابراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، عم يتحسن وضعك المهني بشكل بطيء وتبدو متامل بدعم خارجي رح يخليك امام نشاط مهني جديد مكان بالحسبان، والاجواء مشجعه لاي بدايات سريعه. عاطفيا رح تتخذ قرار حاسم بخص شكوك عميقه مرتبطه بازدواجيه مشاعر الشريك، وكانه الامر مرتبط بطرف جديد ابتدت ملامحه تظهر قدامك بشكل اقوى. هذه كانت اخبارنا وتوقعاتنا الفلكيه لهذا النهار، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. اتضلكم بالف خير، باي باي.